السلام عليكم. Now we are going to discuss barbiturates and GHB, which is date rape drug. Barbiturates are classified as anxiolytics and sedative hypnotic drug. What is the mechanism of action of barbiturates? The first and the most important mechanism, which is facilitation of GABA-A action. طبعا البربيتوريتس والبنزودايزيبينز دي من أهم الأدوية اللي بتشتغل على الجابا-A receptor, which is ion channel receptor. لما الجابا بتمسك في الريسبتور الكلورايد شانل بتفتح وبيدخل الكلورايد which is negative charge يؤدي إلى hyperpolarization and inhibition في النيرف. الفرق بين البربيتوريت والبنزودايزيبينز على الأكشن, الاتنين بنسميهم positive allosteric allosteric modulators, يعني بيشتغلوا على allosteric sites. allosteric sites يعني هي لوحدها مش active, ما تقدرش تفتح الكلورايد او ما تقدرش تعمل استيميشن ريسبتور, هي modulator لل main receptor which is GABA. يعني لازم الجابا تكون ماسكه عشان البربيتوريتس او البنزودايزيبينز لما تمسك في الريسبتورز بتاعتها اللي هي الالوستيريك تقدر تزود الايه الديوريشن او الفريكوانسي اوف اوبننج اوف كلورايد شانل. البنزودايزيبينز بتزود الفريكوانسي اوف اوبننج, اما البربيتوريتس بتزود الايه الديوريشن اوف اوبننج, والكلام ده قلناه بالتفصيل في البرزنتيشن بتاعت الجابا ريسبتورز. تاني ميكانيزم اوف اكشن which is GABA mimetic, وده الفرق بين البنزودايزيبينز والباربيتوريتس, ان البنزودايزيبينز هي فقط بوزيتيف الوستيريك موديليتور, يعني بتزود الفريكوانسي اوف اوبننج اوف كلورايد شانل, ولما كلورايد بيدخل هو كلورايد طبعا زي ما احنا اتفقنا نيجاتيف تشارج يعمل هايبر بولاريزيشن وانهبيشن للنيرف, فالاثنين انهبيتوري. لكن ليه الانهبيشن او السي ان اس انهبيتوري افكت اوف باربيتوريت بيبقى اقوى من البنزودايزيبينز وبالتالي ليها نارو ثيرابيوتيك اندكس وممكن تموت؟ لان ليها اديشنال اكشنز. في ثلاثه اديشنال اكشنز. اول واحد ان البربيتوريت ليها القدره على ان هي تمسك بدل الجابا, ليها جابا ميميتيك افكت, وده بيحصل في الهاي كونسنتريشن, هي نفسها تمسك بدل الجابا, تعمل نفسها جابا وكمان تمسك في الالوستيريك سايت, فكده بتعمل مور انهبيشن للسي ان اس. مش كده وبس, ليها كمان الثيرد اكشن بتاعها انها بتعمل انهبيشن للجلوتاميت ريسبتور الامبر ريسبتور which is stimulatory receptor, فبتعمل كمان انهبيشن للسي ان اس ستيميليشن بالجلوتاميت. الاكشن الرابع ان هي كمان ليها دايركت اكشن على الصوديوم شانل. الصوديوم شانل طبعا فلما تقفل الصوديوم شانل مفيش اكشن بوتنشال, بس ده بيحصل في الهاي كونسنتريشن, وبالتالي الاربعه اكشنز دولت بيؤدوا الى ان البربيتوريتس هي من اقوى سي ان اس انهبيتورز في السيتيف هيبنوتيك دراجز. الفيجر ده فيه دوز ريسبونس كيرف لكل من البنزودايزيبينز والباربيتوريتس, في الحقيقه هو جميل جدا من كاتزونج, بيقارن ما بينهم على السي ان اس اكشن. لو بصينا هنا هنلاقي ان الباربيتوريتس ادي في اللو دوز بقت فيه سيديشن ديس انهبيشن وانكزيوليتك, لو الدوز زادت شويه يديك هيبنوزز, زادت بقى انستيزيا, ثم يخش على الميدالري ديبريشن وكوما اند ديث. فالباربيتوريت الاسلوب بتاعها سريع, اما هنا البنزودايزيبينز برضو بتدي نفس الايفكت بس بتيجي عند الميدالري ديبريشن, هنا لا هنا بقى فيه بلاتو, بقى هنا الفيري هاي دوز اللي تعمل ميدالري ديبريشن وكوما مش زي الباربيتوريت. التوكسيك دوز قريبه من الثيرابيوتيك دوز, عشان كده بنقول على الباربيتوريتس لو ثيرابيوتيك اندكس, لان التوكسيك دوز سهل قوي انه يوصل لها, عشان كده ده بيليمت اليوز بتاعها. لكن البنزودايزيبينز لا, هي بتبقى بتيجي بعد الانستيك دوز وتبدا يبقى في سلو, في هنا بقى بلاتو, فيبقى بحتاج دوزز اعلى عشان يحصل ميدالري ديبريشن وهي كارديوفاسكولار ريسبيراتوري ديبريشن ويحصل ايه كوما اند ديث, فعشان كده بنسميها وايدر ثيرابيوتيك اندكس. الفارماكولوجيكال اكشنز اوف باربيتوريتس بالنسبه طبعا هي بتعمل سي ان اس ديبريشن زي ما اتفقنا, سيديشن ثم هيبنوزز ثم انستيزيا وفاينالي كوما اند ديث لو حصل طبعا, بالذات الميدالري ديبريشن اللي هو كارديوفاسكولار ريسبيراتوري ديبريشن. لما بتعمل ريسبيراتوري ديبريشن لانها بتقلل الريسبونس للسي او 2 بتخليه مش حساس للسي او 2, وكمان الفازو موتور سنتر ديبريشن فده طبعا بيموت, ولذلك هي لو ثيرابيوتيك اندكس. ايه بقى الميمبرز واليوزز؟ مع ان طبعا الباربيتوريتس احنا بنعتبرها طبعا السايد افكت بتاعها خطير وكذا, ومازال في السوق في استخدامين للباربيتوريت,
واحد مشهور قوي اللي هو الترا شورت اكتنج سيوبنتال، وده طبعا مشهور في اوض العمليات، وان كان بقى ليه بدائل دلوقتي لما ناخد الجنرال انستيزيا هنشوف ان هما بدأ يبقى ليه بدائل، ولكن مازال بيستخدم في السوق بقوه، اللي هو كانترا فور اندكشن اوف انترافينس انستيزيا. وفي الشورت والانترميديت دولت ما بيستخدموش في السوق دلوقتي خلاص، دول كانوا زمان بيستخدموا كسيداتيف هيبنوتيك زي البنتو باربيتال، سيكو باربيتال، امو باربيتال، ودولت ما بيستخدموش حاليا لان هو ده اللي بيعمل دراج ابيوز. اللونج اكتنج اللي هما الفينو باربيتال، وده لسه برضو موجود في السوق بيستخدم كانتي ايبيليبتيك، لكن ما هواش الفيرست تشويس طبعا. في الحقيقه لما نيجي نقول راشوناليز او نيجي نقول يعني give reason although barbiturate have low therapeutic index و restricted in use، لكن still we have two therapeutic indications بنسميهم two solid indications موجودين في السوق. هتقول ال intravenous anesthesia induction of anesthesia اللي هو السيوبنتال، و ك anti epileptic مازال موجود برضو الفينو باربيتال، لكن المجموعة اللي في النص دي ما بتستخدمش لان هم دولت اللي حصل منهم الدراج ابيوز، كانوا زمان بيسموهم الفراولة لان دي الفراولة الاصلية اللي هي لان هي كانت الاقراص بتاعتها لونها احمر، او ساعات كانوا بيسموها الريمبو عشان في منها الاصفر والاحمر وكلام كده، لكن الكلام دوت ما عادش في السوق دلوقتي. الفراولة دلوقتي بقت اللي هي كستريت نيم يعني للمخدرات، كلمة الفراولة او كده اللي بيطلقوا عليها اللي هي الترامادول، اقراص الترامادول. عامة بقى قليل قوي دلوقتي البربيتوريت كأبيوز يعني. نيجي بقى للسايد افكتس اوف بربيتوريتس. اول حاجة زي ما اتفقنا نارو ثرابيوتيك اندكس، لان الثرابيوتيك دوز قريبة من التوكسيك دوز بسلوب سريع، هاي ستيبنج هاي، لان بسرعة ممكن ينتقل من الانستيزيا للميدالر ديبريشن والدث، فبنسميها low او narrow therapeutic index. No antidote. المشكلة بقى ان لو حصلت منها toxicity مفيش هنا دواء to reverse the action او يشيلها من على الريسبتور، فملهاش لحد دلوقتي antidote. في كمان مشكلة تالتة انه بيحصل منها tolerance سريع، والtolerance هنا فبحتاج ازود الجرعة. tolerance يعني ايه؟ يعني الدواء الدوز بتاعته ما بقتش افكت، فبضطر ان انا ازود الجرعه تو اتشيف الايه الاوريجينال افكت. التولرانس بتاع البربيتوريت بيتميز انه كاينيتك ودايناميك. يعني ايه كاينيتك؟ دايناميك كلنا عارفينها، يعني الريسبتورز بدات تبقى مش ريسبونسيف للدواء نتيجه ان هي حصل لها داون ريجوليشن. احنا اتفقنا ان اي اجونست continuous agonistic activity عمال يعمل استيميشن ريسبتور، ريسبتور بتبقى تقاوم ده عن طريق انها تقلل عددها او تقلل السنسيتيفيتي بتاعتها، دي اللي هي الدايناميك، وده بيحصل برضو مع البنزوديازيبينز. امال ايه الكاينيتيك انتر اكشن؟ الكاينيتيك انتر اكشن لان هي ليها انزيم انديوسر، يعني بتعمل انزيم اندكشن للسب اللي هو سيتوكروم بي 450 الموجود في الليفر، سب 1A2 و2C9 و2C19 و3A4، كل ديت سيب انزيمز موجوده في الليفر، البربيتوريت بتبدا تعمل لها اندكشن. بس كمان الانزيمز دي بتعمل ميتابوليزم لنفسها، يعني هي عبيطه كده شويه، بتعمل اندكشن للانزيمز اللي بتكسر نفسها، وبالتالي مع الوقت بيحصل انها بتزود تكسير نفسها، فالجرعه مع الوقت بحتاج ان انا اخد جرعه اكبر لان هي بتزود الميتابوليزم بتاعت نفسها. فعشان كده ده الكاينيتيك انتراكشن على نفسها، فبتعمل دراج تولرانس كاينيتيك تولرانس، فليها كاينيتيك تولرانس ودايناميك تولرانس. طبعا بما ان البنزودايزيبينز مالهمش انزيم اندكشن اهو نوت انزيم انديوسر، فمالهمش كاينيتيك تولرانس ولا كاينيتيك انتراكشنز مع ادويه ثانيه، لكن اللي بتتميز بالحته دي اللي هي البربيتوريت، ودي نقطه مهمه وفرق مهم جدا. الديبندنس طبعا ان بيحصل وذدرول لما بوقف، الديبندنس بيبقى اعلى واعنف مع البربيتوريت عن البنزودايزيبينز. خامس سايد افكت اللي هو الاكيوت بورفيريا. الاكيوت بورفيريا لانها بتعمل اندكشن او ستيميوليشن للالاسنسيز انزايم. طبعا احنا خدنا في البايكيمستري الهيم باثواي، وخدنا ان في مالتيبل بورفرينز بتتكون اثناء الهيم باثواي،
وان الريت ليميتنج انزيم او الانزيم في الباثواي اللي هو الالاسنسيز انزيم. بعديه بيبقى فيه مالتيبل انزيمز بتكاتالايز الفورميشن اوف مالتيبل بورفيرينز. في بعض الناس بيبقى عندهم كونجنتال ديفكتيف انزيم منهم. لو حصل كونجنتال ديفكتيف انزيم يبقى معناه ان السبستريت بتاعه هيبقى اكيميليتد، وخصوصا لو انا عملت ستيميليشن لاول الباثواي اللي هو الالا سينسيز انزيم. في بعض الادويه بتعمل ستيميليشن للالا سينسيز انزيم زي البربيتوريت والسلفا. فالعيان دوت اللي هو اوريدي عنده ديفكتيف في انزيم من دولت، لو انا عملت ستيميليشن للباثواي هيؤدي الى اكيميليشن للبورفرين او السبستريت بتاع الانزيم ده. الاكيوميليشنز اوف بورفيرين بتؤدي الى اكيوت بورفيريا او بورفيريا اتاك. البورفيرينز بتروح تاكيوميليت في النيرفس سيستم، مينلي في النيرفس سيستم والسكن. بريفرال نيرفس سيستم تؤدي الى ماسل ويكنس وبريفرال نيوروباثي وبين وكذا اب تو ريسبيراتوري باراليسيس. سنترالي بتؤدي الى سايكوتيك سيمبتومز زي الدبريشن والكونفيوجن والهالوسينيشن. وكمان في اوتونوميك سيمبتومز مشهوره قوي اكيوت ابدومينال بين وبيبقى معاها سيفير نوزيا وفوميتنج وممكن يحصل تاكيكارديا وهايبرتنشن. بيأكيميليت كمان في السكن وبيؤدي الى البراونش كالر او الدارك كالر اللي موجود في السكن اللي قدامنا ديت، ودي بنسميها بورفيريا كيوتينيا تاردا. البربيتوريت والسلفا بيبقوا كونترا انديكيتد او نوت ريكومندد تو بي يوزد ان بيشنتس ويز اكيوت انترميتنت بورفيريا واذر تايبس اوف بورفيريا اللي هم عندهم كونجنتال ديفكت في الانزيم، لان لو حصل ستيميليشن للاله هيبدا يحصل اكيوميليشن للسبستريتس نتيجه اللي هو البورفيرينز نتيجه الديفكت في الانزيم زي ما اتفقنا. هل البنزودايزيبينز هتعمل كده؟ لا، لان البنزودايزيبينز ما عندهاش انزيم اندكشن اكتيفيتي، فهي افضل من البربيتوريتس في النقطه دي. دي سايد افكتس اهي للفليبنج كوت، ملخصها بوتنشال فور ادكشن عالي، دراوزنس نتيجه سي ان اس ديبريشن، ونوزيا، انزيم اندكشن، تريمورز، وفيرتايجو. كل ديت سايد افكتس بتحصل من البربيتوريتس، ولذلك في الخمسينات بدأت تظهر البنزودايزيبينز وتريبليس البربيتوريت ك انكزيوليتك او كاسيرتيف هيبنوتكس، وبقى ريستريكتد خالص اليوز بتاعها للانستيزيا كاندكشن او في ريزيستنت كيسز اوف ايبيليبسي. بقى للدراج انتر اكشنز ويز باربيتوريتس، ودي في الحقيقه موضوع مهم جدا. اولا في فارماكو دايناميك انتر اكشن على سي ان اس، زي ما احنا قلنا ان الباربيتوريتس بتبقى سي ان اس انهبيتور قوي، وبالتالي لما بيبقى كومبايند مع اي سيرتيف دراج او انذر سي ان اس انهبيتور بيؤدي الى سيفير سي ان اس ديبريشن، وممكن طبعا يؤدي ريسبيراتوري كارديوفاسكولار ديبريشن وكوما وديث. زي ايه؟ زي الالكوهولز، البنزودايزيبينز طبعا، وشويه انتي ديبريسنس او انتسايكوتيك او انتي هيستامينيك بيبقى ليهم سيرتيف افكت، فهنا السيديشن هيزيد قوي وممكن يؤدي الى كوما للعيان لو الجرعات كبيره. الفارماكوكاينيتيك انتر اكشنز وديت مهمه جدا مع الباربيتوريتس على الميتابوليزم، لان احنا قلنا ان الباربيتوريتس از انزيم اندوسر على السيتوكروم بي 450، وفي نفس الوقت كمان في دراج انتر اكشن على الابزوربشن زي ما هنشوف. الجدول ده ملخص الكاينيتيك انتر اكشن. اولا الكاينيتيك بتاعه الباربيتوريتس نفسها، يعني الليفل اوف باربيتوريتس، ممكن يبقى افكتد باذر دراجز، اولهم الفالبرويك اسيد. الفالبرويك اسيد از انزيم انهبيتور، يعني بيعمل انزيم انهبيشن للسب اللي بيتميتابولايز الباربيتوريت، وبالتالي يؤدي الى انكريز ليفل اوف باربيتوريت في الدم، وبالتالي ممكن يؤدي الى سيفير توكسيستي. اما الدواء الثاني اللي بيأفكت الكاينيتيك هو نفسه الباربيتوريت نفسها، زي ما احنا قلنا ان الباربيتوريت از انزيم انديوسر على اتس اون ميتابوليزم، يعني بتزود الميتابوليزم بتاع نفسها، وبالتالي بتقلل الليفل، واحنا قلنا الكلام ده في الحته بتاعه التوليرنس. ليه بيحصل كاينيتيك توليرنس؟ لان هي بتزود الميتابوليزم بتاع نفسها فبتقلل الليفل بتاع نفسها، فمع الوقت بنحتاج ان احنا نزود الايه الجرعات. فده بالنسبه للدراجز اللي كان افكت ليفل اوف باربيتوريتس. الفالبرويك يزود الليفل اوف باربيتوريتس لانه بيمنع الميتابوليزم بتاعها على السب،
والباربيتوريت بتقلل الليفل بتاع نفسها عن طريق انها انزيم انديوسر على الساب بتاعها. نيجي بقى الباربيتوريت كان افكت بلازما كونسنتريشن، بتقلل البلازما كونسنتريشنز اوف اذر دراجز. زي ايه الليسته دي كلها؟ الفينيتوين سوري، والكاربامازيبين، الثيوفلين، الهرمونز الاستروجين، الوارفرين، الكورتيكوستيرويدز، الكينيدين ده انتي اريزميك، والبروبرانولول طبعا مشهور انتي اريزميك برضو وليه استخدامات كتيره، والكالسيوم شانل بلوكرز. ليه هو بيقلل الليفل بتاع كل دول؟ عشان هو انزيم انديوسر، الباربيتوريت از انزيم انديوسر على الساب اللي بيميتابولايز دولت، فلما بيزود الميتابوليزم بتاعهم بيقل الليفل بتاعهم في الدم او البلازما ليفل. في كمان هنا الفينيتوين بالذات والوارفرين ليهم انذر انتر اكشن على الانتستاينال ابزوربشن. الباربيتوريتس بتعمل انهبيشن الانتستاينال ابزوربشن اوف فينيتوين والوارفرين، فبتقلل برضو الليفل بتاعهم. فهي هنا الانتر اكشن اقوى واكتر مع التو دراجز دولت. يعني العيان اللي بياخد وارفرين كان عنده جلطه وبياخد وارفرين، لما ياخد باربيتوريت يبدا الباربيتوريت يقلل الليفل بتاع الوارفرين، فممكن تجيله جلطه لان الدواء مش شغال معاه كويس، الليفل بتاعه قل. قل ليه؟ لان الباربيتوريت زودت الميتابوليزم، كسرت الوارفرين اكتر، اتكسر الوارفرين وكمان الابزوربشن بتاعه عيل. فده دراج انتر اكشن في منتهى الاهميه. How to manage الباربيتوريت intoxication. لو عيان خد جرعه كبيره طبعا بيبقى presented بـ CNS depression, cardiovascular respiratory depression وكوما. أول حاجة طبعا a correct life threatening symptoms، دي هنبقى متفقين عليها في كل التوكسيستيز، إن أنا لازم أعمل artificial respiration لو في respiratory depression، لو cardiovascular depression بدي fluids عشان أرفع الضغط وبدي vasopressors زي الدوبامين مثلا. تاني حاجة إن أنا برضو في كل التوكسيستي أنا بحاول أبريفنت الأبزوربشن لو واخد حاجة أورال، فبعمل gastric lavage, emesis, activated charcoal, betaline catheretics، يعني الحاجات دي كلها في التوكسيكولوجي خدتوها الميجرمنتس. ايه الحاجة بقى السبيسيفيك للباربيتوريت في الحقيقة؟ هي الالكالينيزيشن اوف يورين. طبعا بحاول برضو افاسيليتيت الريموفال، يعني بزود الرينال ايه اكسكريشن، فبعمل الكالينيزيشن اوف يورين. طب ليه بعمل واي؟ الكلام ده انتوا خدتوه زمان ايام الفارماكوكينيتيك في الجنرال فارماكولوجي، خدتوا ان الباربيتوريتس اللي هي باربيتوريك اسيد اسيدك، فلازم اعمل العكس في الميديا بتاعت اليورين، اعمل الكالينيزيشن عشان احولها الى هيدروفيليك او ايونايزد، وبالتالي ما يحصل لهاش تيوبولر ري ابزوربشن وتنزل في اليورين، يعني تنزل في الجلوميرول فلتريت ما ترجعش تاني، ما يحصل لهاش ري ابزوربشن. عشان امنع ري ابزوربشن لازم اعمل لها ايونايزيشن او اعمل الكالينيزيشن اوف يورين عشان تتحول لهيدروفيليك. بعد كده ممكن اعمل بريتونيال دياليسيز او هيمو دياليسيز زي ما احنا شايفين. كل دي اساليب انا بعملها لعلاج اي انتوكسيكيشن. الحاجه السبيسيفيك للباربيتوريت هي حته الالكالينيزيشن اوف يورين، ودي حته ونقطه مهمه جدا. هل في انتيدوت؟ طبعا ما فيش انتيدوت. نيجي بقى للمانجمنت اوف باربيتوريت ابيوز او ادكشن. لو شخص ادكت على باربيتوريت، اللي هو طبعا المجموعه اللي في النص اللي هي الشورت والانترميديت، لان ما حدش بيبقى ادكت على الالترا شورت ولا اللونج. لو هو ادكت على الانترميديت اللي هو السيكوباربيتال والاموباربيتال والكلام ده كله، بعمل ايه؟ اللي احنا بنقول كانت في السوق اسمها الفراوله. اولا لما هيجي يوقف هيجي له ويزدرول سيمبتومز، تبقى ريباوند اوبوزيت، هو سي ان اس انهيبيشن، هيبدا يحصل سي ان اس ستيميليشن، excitement, insomnia, عنده convulsions، ويبقى فيها برضو autonomic hyperactivity, sweating، العيان عنده hallucination، ممكن toxic psychosis كمان، والكلام ده كله بيبقى أكتر حاجة في ال first 3 days. طب how to control بقى الـ أو manage الـ withdrawal symptoms؟ أول حاجة symptomatic، طبعا هدي الـ antipsychotic drugs عشان الـ hallucination وعشان الـ agitation، العيان بيبقى agitated، فبدي الـ haloperidol. الهالوبريدول وكمان ممكن ادي الاولانزابين. بدي كمان الانتي ابيليبتيك دراج زي الفالبرويت او الكاربامازيبين لكذا سبب، اولا عشان في كونفولجنز، نمره اتنين زي ما هنشوف بعد كده ان كل الادكتس تقريبا في مرحله الوزدرول بنديهم انتي ابيليبتيك، لان ليهم رول مهم جدا ليهم انتي امبلسيفيتي. العيان الادكت بيبقى عنده امبلسيفيتي عاليه، يعني اكت وداوت ثينكينج، عنده كريفنج للماده فعايز ياخدها تاني فيروح ياخد من غير ما يفكر. فعشان نقلل الامبلسيفيتي اللي عنده بندي انتي ابيليبتيك، دي في كل تقريبا الدراج ابيوز.
فهتلاقي اي عيان واخد مخدرات وبيتعالج في مرحله الوزدرول بنديله الانتي ابيليتيك دراجز. بندي بقى هنا دي الحاجه السبيسيفيك برضو للباربيتوريت، يعني الحاجتين الاولين دولت حاجات عامه، حاجات سيمتوماتيك برضو هتتكرر تاني مع البنزودايزيبينز. لكن ايه الحاجه السبيسيفيك للباربيتوريت؟ هي دي ان احنا خدنا زمان لما كنا او في المحاضره اللي فاتت لما خدنا الاوبييتس او المورفين او الهيروين ادكتس، وقلنا ان احنا عشان اقلل الوزدرول بداويه بالتي بقاعده داويه بالتي كانت هي الداء، هي السيفير وزدرول ديت ناتجه من ايه؟ ناتجه من الباربيتوريت، خلاص هديله باربيتوريت. يبقى لما ادي داويه بالتي كانت هي الداء نفس الحاجه بس لونج اكتنج زي ما اتفقنا. ليه؟ بريبليس الشورت اكتنج باللونج اكتنج عشان الوزدرول سيمتومز ساعتها اقل وسموز، فبدي الاول فينو باربيتال اللي هو اللونج اكتنج بدل السيكو او الامو باربيتال، وبعد كده ابدا اسحبه بالراحه على 3 4 اسابيع. دي بعد كده العيان يبقى خلاص انا عملت له الديتوكس وتمام وخلاص، ويخرج بعد كده يعني غير بقى الاوبيت. هناك كان في حاجه مينتنس، هنا ما فيش حاجه مينتنس، انا سحبت منه خلاص الايه الباربيتوريتس. ده بالنسبه للباربيتوريت سواء كان الميكانيزم اوف اكشن والفارماكولوجيكال اكشنز والادفيرس افكتس والتوكسيسيتي والادكشن وهاو تو تريت. نيجي بقى للجي اتش بي اللي هو الديت ريب دراج. اولا ما هي الديت ريب دراجز؟ هي عباره عن سبستانسز ذات ميك ات ايزير for someone to rape or sexually assault another person. وهما بيتميزوا طبعا عشان يسهلوا عملية الاغتصاب بيبقى colorless و odorless و tasteless، يعني ليس لهم طعم ولا رائحة ولا لون، فالضحية ما بتبقاش تتعرف على المشروب اللي متقدم لها هل فيه date rape ولا لا. طبعا بيتضاف على جوس، ممكن يحطوه على العصير او على الكحول نفسه. من اشهرهم طبعا هم في ثلاثه مشهورين، الروهيبنول والجي اتش بي والكيتامين. الروهيبنول ده one of benzodiazepines اسمه الفلو نيترازيبام، وهو اقوى من الفاليوم من حوالي من 5 لـ10 مرات مور باورفول، وليه اسم تاني اسمه المكسيكان فاليوم او السيركلز، لان هو بيبقى سيركلز كده لونها ابيض مع التابلتس بتاعته. روفز، روب، رش، كل ديت اسماء ستريت نيمز للروهيبنول، وده من اشهر الديت ريب دراجز. الدواء التاني او السبستانس التانية اللي هو الجي اتش بي جاما هيدروكسي بيوتيريك اللي هنشرحها بالتفصيل، ودي بتبقى يا اما ليكويد يا اما باودر، هي موستلي بتبقى ليكويد مشهوره فيها عشان كده اسمها الليكويد اكس او الليكويد اكستسي، وليه طبعا اسماء تانية كتير او فانتازي. الكيتامين برضو اللي هو ديسوشيتيف دراج، واحنا عارفين ان الكيتامين بيشتغل على النمدا ريسبتور بلوكر، وبيسموه ساعات الكات فاليوم او الفيتامين كي كي او السبيشال كي. دي كلها عبارة عن الديتريب دراجز المشهورة. هنبدأ نشرح الجي اتش بي بالتفصيل. جي اتش بي هو اختصار لجاما هيدروكسي بيوتريت، وهو one of the date rape drugs، واسمه المشهور فانتسي او الليكويد اكستسي او جاما 10. وليه هو date rape؟ بيستخدم لانه colorless odorless tasteless زي ما اتفقنا، وكمان بين induce ايفوريا وامنيزيا، يعني الضحيه بتنسى الحدث ما بيبقاش متذكره قوي ايه اللي حصل، وبيعمل طبعا هيبنوزز ومصر ريلاكسيشن عشان يسهل الريب، وبيبقى الضحية بيبقى عندها زي dream like feeling، بتحس انها بتحلم. بيزود كمان sexual drive اللي هو او بنسميه sexual stimulation افروديزيا، وهي دي المواصفات اللي بتخلي جي اتش بي بيبقى بيستخدم كديتريب. طبعا هو مشهور قوي في القطارة هي كدروبس بتضاف، او ممكن يضيفها بسرنجه، او ممكن كمان الباودر، بس هو اشهر كليكويد. الانست اوف اكشن بتاعه الجي اتش بي هي من 15 ثانيه الانست سريعه،
وممكن الديوريشن تستمر من 3 الى 6 ساعات. طبعا الروهيبنول الديليد اونست اكتر والديوريشن طويله، الكيتامين مثلا مور رابيد اونست 5 مينتس، لكن الديوريشن بتاعته برضو بتبقى قصيره. فهو يعتبر يعني الاونست والديوريشن بتاعتهم بالنسبه للتانيين هي متوسطه. الجي اتش بي ميكانيزم اوف اكشن في الحقيقه فيري يونيك واتراكتيف للريسيرشرز، ولحد دلوقتي لسه اندر كمان ريسيرش، ولكن في حاجات الى حد ما ثابته هنناقشها. اولا الجي اتش بي هو عباره عن سي ان اس نيورو ترانسميتر سنسيتايزد من الجابا، فهنلاقي ادي الجابا ممكن تديني جي اتش بي ويبقى ستورد في الفيزيكال ويبقى ريليزد كمان زيه زي الجابا ويشتغل على بوست سينابتيك جي اتش بي ترانسميترز. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه نمبر 1 انه كان اكت اون جابا ريسبتورز، جابا بي وجابا اي اهو، على الجابا بي اللي هي ميتابوتروبيك ريسبتور او جي بروتين لينكد ريسبتور اللي اتفقنا عليها جي اي وانها انهبيتوري للسيل، وبرده بيشتغل على سب تايبس اوف جابا اي، الالفا اللي هي بتكونتيننج الفا 4 بيتا 2 و3 ودلتا ديت بيبقى ليها لو افينيتي ليها، فهو ليه لو افينيتي للجابا بي والنوع ده من الجابا اي. ليه كمان هاي افينيتي لانذر تايب اوف جابا اي اللي هو الفا 4 بيتا 1 اند دلتا ريسبتور، برضو كلورايد شانل وبيفتح وبيعمل هايبر بولاريزيشن، فهو لحد دلوقتي كده انهبيتوري. فهو انهبيتوري اكشن بتاعه از ميديتد ثرو اكشن على الجابا بي والجابا اي ريسبتور سب تايبس اوف ريسبتورز. نيجي بقى لان ليه اكشن معاكس ستيمولاتوري اكشن، ازاي؟ لان ليه اصلا سبيسيفيك ريسبتور وليها هاي افينيتي ليها اسمها جي اتش بي ريسبتور. الجي اتش بي ريسبتور موستلي هي جي اس ريسبتور يعني ميتابوتروبيك وجي اس ستيمولاتوري، بتزود الجلوتاميت ريليز، موجوده على البري سينابتيك بتزود الجلوتاميت ريليز، فليها اكسيتاتوري اكشن. يعني هو انهبيتوري ولا ستيمولاتوري؟ هو الاثنين، ليه ستيمولاتوري اكشن وليه انهبيتوري اكشن. طبعا الاستيمولاتوري اكشن بيحصل في اللو دوز لان هو بيبقى ليه هاي افينيتي للريسبتور جي اتش بي ريسبتور، فليه ستيمولاتوري افكت. عشان كده لما هناخد كمان شويه ان بيستخدم في علاج الناركوليبسي زي ما هنشوف. ليه بقى another action كمان او third effect او third action انه ليه action على الدوبامين، بيزود الدوبامين في بعض الحتت وبيقلله في حتت تانية. فهو ليه action على الدوبامين؟ ايوة، في بعض الريسيرشز على انه بيزود الدوبامين وخصوصا في النيوكليس اكامبنس اللي هي center of pleasure، عشان كده بيدي الايفوريك action، وفي برضو نظريات بتقول انه بيقلل الدوبامين في حتت معينة. ليه action كمان على الاوبيويد عن طريق انه بيزود الاندوجينس اوبيويد ريليز زي الانكيفالينز والاندورفينز، وعشان وممكن يكون ده بيشارك في ان هو ليه شويه ايفوريك افكت او انرجيزيك افكت. كل دي بروبوزد ميكانيزمز اوف اكشن. وجدوا طبعا ان النالوكسون بارشلي ريفرس جي اتش بي، فمن هنا قالوا يبقى لازم يكون ليه اكشن على الاوبيويد ريسبتورز، فاكتشفوا انه بيزود الريليز اوف اندوجينس اوبيويدز. لو بصينا هنا جي اتش بي على الريورد سيستم، ازاي جي اتش بي بيزود الدوبامين في الريورد سيستم؟ احنا عارفين الريورد سيستم او اللي هو البليجر باث واي بيبدا من ان الدوبامينرجيك نيورونز من الفي تي اي اهي السيل بادي بتصب الدوبامين في النيوكليس اكامبنس اللي هي السنتر اوف بليجر. لما الدوبامين يزيد في النيوكليس اكامبنس يدي العيان احساس ب او الشخص اللي بياخد الدراجز دي بالسعاده، وهو دوت السايت اوف اكشن بتاع المخدرات كلها تقريبا، الحشيش والهيروين والكوكايين والامفيتامينز والنيكوتين، كله بيشتغل على انه يزود الدوبامين في النيوكليس اكامبنس، ولما بيزيد الدوبامين في النيوكليس اكامبنس هو اللي بيدي احساس الايفوريا او السعاده. طيب الجي اتش بي بتعمل ايه؟ احنا لسه قايلين تشتغل على الجابا اي والجابا بي، ففي الريورد سيستم على الفي تي اي تؤدي الى انهبيشن للانهبيتوري جابا ارجيك نيرونز اللي موجوده على الدوبامينرجيك، يعني انهبيشن على الانهبيشن. يعني ادي الجابا ارجيك اهي ديت الفي تي اي، في جابا ارجيك انهبيتوري على الدوبامينرجيك بتمنع الايه ان النيورونز انها تكون اصلا دوبامين، فهو بيعمل انهبيشن للانهبيشن وبالتالي بيؤدي الى ستيميليشن للدوبامينرجيك نيورونز، فتصب لي دوبامين فين؟
في النيوكليس اكامبنس، فيدي احساس بالايفوريا او السعاده. هل الجي اتش بي ده دواء يعني بيستخدم في السوق او ليه ثيرابيوتيك انديكيشنز؟ في الحقيقه الجي اتش بي كان فيرست انتروديوسد او سينسيتايزد في الستينات 1960 بعالم فرنسي انستيسيولوجيست، كان الهدف منه انه يستخدمه كجنرال انستيزيا، فبدايه استخدامه كان كانستيزيا، واستخدم كمان في البيبتيك ألسر وفي الدبريشن وفي الالكوهول وذرول وفي الابيليبسي. وفي 2002 الـ FDA استخدمته في الناركوليبسي، الناركوليبسي اللي هي بتبقى attacks of sleep during the day. فطب هنا ازاي؟ ده هو المفروض في كل الاستخدامات دي كدبريشن، لكن طبعا الـ CNS depression طبعا في استخدامه في الدبريشن على اساس انه بيليه ايفوريك افكت او بيليفيت المود. طب في الناركوليبسي ليه؟ احنا قلنا ان في السمول دوزز بيبقى بيشتغل على ليه؟ لان ليه هاي افينيتي لجي اتش بي ريسبتور، وجي اتش بي ريسبتور از ستيمولانت يعني بتزود الجلوتاميت، فهو ده اللي اعتمدت عليه الدراسات في تفسير ليه بيستخدم في الناركوليبسي وبيزود الاويكفولنس. لان اول ما بياخدوا العيان بالليل بتبقى الدوز بتاعته كبيره، فبيشتغل بالانهيبيتوري اكشن بتاعه في اللو افينيتي على اللو افينيتي ريسبتورز. لما الدوز بتبدا تقل في الجسم او الكونسنتريشن يقل في الجسم يشتغل على مين؟ قبل ما يصحى الصبح يشتغل على اللي هي الهاي افينيتي ريسبتورز اللي هي جي اتش بي ريسبتور شخصين اللي هي تعتبر ستيمولاتوري، فيبدا يزود الجلوتاميت و يصحصح العيان وما يجيلوش الايه الاتاكس اوف سليب ديت. فعشان كده في 2002 طبعا الحته دي كومبليكيتد بس فيري انترستنج ميكانيزم اوف اكشن في الحقيقه، لان دول اكشن في 2002 اف دي اي ابروفد فعلا الجي اتش بي كاستخدام في التريتمنت اوف ناركوليبسي. طبعا هو ليه ريكريشنال يوزز، البودي بيلدرز في الاول خالص بداوا يستخدموه في الستينات وفي السبعينات لانه بيزود، اكتشفوا ان ليه كمان اكشن على الجروس هرمون ريليز، بيعمل استيميشن للجروس هرمون فبيزود البالك اوف ماسلز. بعد كده بقى ابيوز ككلاب دراجز او الفانتسي والليكويد تو اللي هو كدي تريب دراج، لانه بيندوس طبعا الايفوريا والماسل ريلاكسيشن زي ما احنا اتفقنا، وهيبنوتيك اكشن وامنيجيا والكلام ده كله، فبيفاسيليتيت الايه السيكشوال اسولت. طبعا نتيجه النارو سيفتي مارجن بتاعته والادكتيف بوتنشال هو حاليا دلوقتي فيري ريستريكتد في اليوز ونوت افيلبل ككلينيكال، رغم ان الاف دي اي ابروفد في 2002 بس باسم معين. نيجي بقى للسايد افكتس اوف جي اتش بي او الجاما هيدروكسي بيوتريت. اولا طبعا بيعمل سواتنج، اكسسيف سواتنج ونوزيا وفوميتنج، طبعا ممكن يؤدي الى سايكوتيك سيمتومز زي فيجوال واوديتوري هالوسينيشنز، اجريسيف بيهيفير، سيجرز ممكن يعمل سيجرز لايك فينومينا، وهيدك واكزهوشن، امنيجيا، وهم اصلا بيستخدم عشان حته الامنيجيا في الهاي دوز، ممكن يؤدي الى ريسبيراتوري سنتر ديبريشن وانكونشسنس في 69% من اليوزرز، وممكن يؤدي الى كوما اند ديث. وريسنتلي دلوقتي بدأوا عشان حتة الديتريب وإن هي دراجز وإن هي بتضاف على المشروبات من غير ما يحس أو يتشاف أو لون أو رائحة أو كذا، فبدأ يبقى فيه كاسات معينة أو كوبايات جلاسز معينة بيتحط فيها ماتيريال بلاستيك ماتيريال، عالم كيمياء اكتشف الاكتشاف دوت، لو اتحط فيها اتضاف عليها الديتريب دراج اللي هي جي اتش بي أو الكيتامين أو الروهيبنول بيغير اللون، يعني لو جيت صبيت فيها يبان اللون اللي هي الاستريكس اللي هي لونها الأحمر ديت، أو شاليمو برضو بلاستيك، فلو اتغير اللون للأحمر يعرف ان ديت فيها جي اتش بي وكتاب، ده بيساعد في الديتكشن بتاع الايه. وبرضو في بعض النيل بولش عملوا المادة فيها هي تتحول يتغير اللون لو اتحط في الايه في المشروب اللي فيه الديتريب دراج، ده بيسهل الديتكشن عشان ما تحصلش او يقلله من الريب او اللي هو السيكشوال اسولت. كده احنا خلصنا الباربيتوريتس والجي اتش بي، وجود لك اند ثانك يو.